في إطار المخطط الأمني المتخذ من طرف المديرية العامة للأمن الوطني وتحسبا لعيد الأضحى المبارك، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا تحسبا لعيد الأضحى يعتبر تكملة للتشكيل الأمني الموضوع بموسم الاصطياف، حيث تم تخصيص أكثر من 12 ألف شرطي على مستوى المعابر الحدودية البرية والبحرية لتأمين موسم فترة عيد الأضحى نظرا للحركة الكبيرة التي تعرفها مختلف المعابر الحدودية. كما تحضرون معنا اليوم يعني بعض رحلات الوصول لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، أغلبها من العائلات الجزائرية التي أقبلت على أرض الوطن لقضاء عطلة العيد أو مناسبة عيد الأضحى المبارك، تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل أمن وراحة المسافرين، وين كان التعداد على المستوى الوطني يعني على مستوى جميع المنافذ الحدودية هو أكثر من 12 ألف شرطي مقحم في الخطة الأمنية، بالإضافة إلى أكثر من 1700 شرطي على مستوى الفرقة الثانية لمطار هواري بومدين.